هل نقدر نعرف أهم ما جرى في لقائكم كمستثمرين مصريين مع السيد رئيس الوزراء في اللقاء الأخير؟ الحقيقة دي كانت فرصة أن مستثمرين من كل أنحاء العالم يقعدوا في قعدة يعني زي ما بيقولوا فيس تو فيس مع رئيس الوزراء ومع المجموعة الاقتصادية مع الدكتورة هالة السعيد ومع معالي الدكتور وزير المالية ومعالي الدكتورة وزيرة التعاون الدولي، وكانت فرصة ان هم الاسئلة توجه مباشرة ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة. والحقيقة كان الصورة المهمة ان بيبين مدى اهتمام حكومة مصر بانها تبقى متفاعلة مع المستثمرين. المستثمرين كانوا من كل البلاد اللي مهتمة بالاستثمار، مش في مصر بس، في المنطقة، من السعودية ومن الإمارات، من المغرب، من جنوب أفريقيا، جنوب شرق آسيا، من أمريكا ومن أوروبا. مستثمرين شخصيين يعني ولا ممثلين جهات استثمار؟ لا، هم الـ 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 يعني الاستثمار اللي بيبقى خارج حدود البلد بالنسبة لأي مستثمر بيبقى استثمار محترف، يعني بتبقى من خلال صناديق وخلال شركات متخصصة. بالضبط. فاللي احنا أولا اللي احنا شعرنا بيه، لأن احنا كانت المؤتمرات دي بتتم في آخر 3 سنين بالنسبة لفيع كابتل، كانت بتتم عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية من أول ما ابتدينا نعاني من كوفيد، من الكورونا ومن اثارها. فالسنه دي الحقيقه احنا كنا بنتحسس كده الطريق، فاكتشفنا ان لا، الناس متعطشه انها تيجي تشوف استثماراتها على ارض الواقع وتقعد مع الشركات، لان بتبقى المؤتمر غير ان هو بيبقى اول يوم في الالتقاء بالمسؤولين المهمين في الدوله على المستوى الاقتصادي، انما بعد كده كان هم 3 ايام. ال3 ايام دول كان فيهم 2500 لقاء بين اكتر من 175 مستثمر على مستوى العالم، وبين الشركات اللي هم مهتمين بالاستثمار بيها في المنطقه. وده موجود فيه الحكومه ممثله بقى في لقائكم مباشره. اول يوم كان لقاء الحقيقه مهم جدا، فيها كل اعضاء الحكومه وفيها والنقطه الثانيه اللي نسيت اقولها لحضرتك، ان مش بس تواجد ال 175 مستثمر اللي بيدوروا تقريبا 2.5 تريليون دولار هم اللي بيدوروها وبياخدوا القرار في اي بلد وفي اي صناعه وفي اي سيكتور اي قطاع يستثمروا فيه، ولكن كمان النوعية العالية من المديرين بهذه الصناديق، يعني اللي جم في اغلب المسؤولين صف اول، يعني الصف الاول. بالضبط يا فندم. طيب كانت ايه كلماتهم، ايه يعني طلباتهم، ايه الاراء اللي طرحوها كمعوق للاستثمار في الفترة الاخيرة، واللي حالت دون وجود استثمار اجنبي كبير وواسع وحقيقي في مصر؟ اولا نوعية المستثمرين دول ما بيجوش، هم مستثمرين في الشركات بالدرجة الاولى، الشركات اللي هي لستت في البورصة، الشركات المقيدة بسوق الاوراق المالية. عظيم. وبالتالي هم فكرة الاستثمار والدخول والجرين فيلد اللي هي الاستثمارات الجديدة هي مش على رأس اهتماماتهم، دي بتيجي درجة تالية لدخولهم في السوق والاستقرار والاحساس باحساس السوق والتفاعل مع الجهات المعنية بالسوق. فكان الاهتمام مش منصب بقى على ازاي ادخل وهيئه الاستثمار هتعمل ايه، لا، هو كان على نوعيه كيفيه التفاعل مع البورصه، لان البورصه دي هي النافذه اللي هم بيدخلوا ويخرجوا منها بالدرجه الاساسيه، كيفيه الخروج. فهم يهمهم ان البورصه دي تبقى بورصه فاعله وبورصه فيها ليكويديتي، فيها شراء وبيع ونافذه جيده. فكل الاهتمام كان بالبضاعه اللي مطروحه الجديده، حجم البضاعة دي، نوعية المنافسة اللي هتبقى مع الشركات اللي مطروحة. وطبعا هم سمعوا كتير عن الطروحات اللي هتتم اللي أعلنها دولة رئيس الوزراء مؤخرا، لأن بنتكلم عليها من فترة. سمعوا